هذا السؤال سؤال اتكرر ومعدل عليه ياسر من معدل عليه طاجن فينا. اختير نقول لكم ان نباعوا 4 مدارس، هذه اللي كانت في المرسى، وهذه اللي كان ينقال لها ايكول جستيس، والمدرسة رقم 7، وهذه اللي في تفرق زينة، ونباعت معاهم شي من ايكول بوليس، ونباعوا بلوكات بلاد بلوكات، ونباع ذاك الشريط اللي في زرستاد. هذا كامل 3 هكتارات و 3 هكتارات فاصل 5 معناها 3.5 هكتارات. هذا 3.5 هكتارات تعرفوا سابق 2009 ايش كان ينعطى من التراب؟ انعطات 30,000 هكتار، 30,000 هكتار انعطات في سنتين ولا دخلت منها وقيت وقية. هذه 3 هكتارات دخلت منهم 10,182,850 مليون، وانباعوا بالمزاد العلني، يقولوا انباعوا بكيفية ما هي واضحة، انباعوا بكيفية واضحة وبالمزاد العلني، ويقول حد انها ما هي واضحة منين يعودوا ذو المسائل الثنتين خلقت منهم واب أحد. يكان خارج حد جهامه لا هي يطرح ومتنع، والله كان خارج حد يطرح وعاد هو أكثر ذا اللي عاطي ونعطاه الواحد ثاني أهون مهنه. هذا منين تجبروا لي حد يعود ذا اللي حق؟ هذه 10 مليارات اللي فيها 3.5 هكتارات وفيهم 4 مدارس، بتنات منهم معدل برنامج ينقال له باك، وبتنات فيه 75 مؤسسة تعليمية، فيها 45 مدرسة ابتدائية تامة إتاش من النمط الجديد، وفيها 17 كوليج، وفيها 9 ليسيات 9 ثانويات للامتياز، وفيها ليستين خاصات نموذجيات، هذه اللي في كيهيدي وذي اللي في الشامي، وفيها مدرستين للمعلمين. هذا وعدل بسبع مليارات و600 ووفر كامل. كم فيه في نواكشوط اللي قبل منه 4 مدارس؟ فيه 11 مدرسة في نواكشوط، 6 منها في توجونين، و3 في الرياض، و1 في القصر إلى آخره، وفيه كوليج، وفيه ليس ثانوية للامتياز في القصر، وفيه مدرسة في بريدة باك كانت محرومين لها من المدارس اللي هي سيتا بلاش، وفيه مدرستين في تفرق زينة. هذا إلى عاد غامض رانا متبنين الغموض، وإلى عاد ما هو وارد ملي رانا معناها هذا ما هو وارد وهو اللي يعدل مدى تبيع. ثانيا هذه المدارس ما نعرف كانكم قطيتوا شيتوهم، انا شيتهم. مدرسه جستيس الحجره الواحده يعودوا فيها 15-16 تلميذ، علاش بها اللي الناس ماتت ساكنه فم ولا تجيب اولادها فم، يجيبهم اللات التجار اللي في زرها يجيبوا اولادهم فم، وقطعا انهم ما يقدروا يقراوا، بهم ريحه الدخاخين واصوات الابواق وفي نقر المرصى. اذا هذا ظاهر لانه ميار تعود واضح ولا تمدد، لا كل شيء يعدل تقيم فيها تدير فيه الشكوك وتخرص. وهذه السلطه التقديريه للسلطه التنفيذيه ومسؤولين عنها.